يعطيكم العافية، كيفكم؟ كيف صحتكم؟ اليوم بدنا نعمل لكم شغلة حلوة وسريعة وموجودة بكل بيت يستخدمها. بدنا اليوم نعمل لكم الكاتشب من دون مواد حافظة. عشان هم لكم كتير كتير منيح وللعائلة. وهلأ راح نحضر لكم البندورة. أول ما تجيبها هون تقسمها أربع أقسام، تحاول تشيل من البندورة هاي للأحسن. كتير كتير منيحة واحد يعملها لبيته عشان الاستردة والأولاد أو العائلة اللي عندك. تقوم ما تجيب من السوبر ماركت، تظل تجيبها أنت بتعملها، وشغلة صحية وكتير كتير منيحة. وإن شاء الله يا رب تعجبكم، وراح تشوفون كيف أعمل لكم إياها. هلأ إحنا جبنا بندورة حدود الكيلو ربع. هلأ في عندنا بندورة كيلو ربع، هذا الكيلو ربع عشان نخلي كلنا نقطعه. بسم الله الرحمن الرحيم، كلنا نقطعه نخليه هون. نقسم البندورة أربع أقسام مش أكثر. وهلأ نزبط لكم وشوفوا كيف. وتحاولوا توخروا عشان هذا يقولوا فيه أمراض كتير يطلع فيه. حاول الواحد يبعد عن عائلته وعن نفسه. إن شاء الله الله لا يدع حدا. وما بدنا منكم غير تدعونا، وبدنا منكم تحضرون الفيديو عشان كل مرة بنعمل لكم فيديو جديد وأكلة جديدة وشغلة جديدة إن شاء الله. ولا تنسونا باللايك والسبسكرايب والاشتراك بالقناة عشان نضل دائما معاكم. وهلا نشيل البندورة، خلصنا من هون، قطعنا، نجيبها هون. بسم الله الرحمن الرحيم، وتغطيها، لا تخلي فيها ماي ولا تخلي فيها اي شيء من المواد، وتسكرها. وهلا ارجع عليكم كيف اول باول، وتشوفون كيف ان شاء الله نعمل لكم الفيديو بالتفصيل عشان تفتهموها كيف تعملون الكاتشب كتير كتير منيح. وان شاء الله يعجبكم يا رب. هلا شوف عمي قليل الغليان عم يذوب الماي بنفسه، يريد له شو بعد له شي 7 دقائق 8 دقائق ونقيمه من هون ان شاء الله، ونراويكم المرحلة الثانية عشان تشوفون كيف نعمله. هلأ نجي نشوف كيف غلى من بعد 5 دقائق البندورة. هلأ شو بنعمل بهذا الغليان وذب الماء مالته؟ لازم نحول على مطرح ثاني للخلاط. هلأ نجيب من هون ندخلهم بالخلاط. هلا راح نخفقهن بالخلاط وشوفوا كيف. عشان البشنجر مصبي والمخلي، خلي كل شيء نظيف.
هون. بسم الله. حاول تخليهم بالمصفى على مود شو تنزل قشر البندورة والبذر البندورة الموجود في نصفيهن بالمصفى. بسم الله الرحمن الرحيم. لأن الكاتشب يصير في قشر وهيك يصير ما له طعمه. هلا نصفيه هم من القشر وهم من البزر. وهذه الطريقة كتير كتير منيحة وفيك تحتفظ بيها حدود 15 يوم بالبراد الكاتشب ما عليه شيء لأن بدون مواد حافظة. كل واحد يعمل على قد ما بده عشان شو يضل طيب بيه كل لا تكشف البنزلية هلا كمان حكوا كل ما ينزل ضرب خفية عشان نزل البنزلية خلصة هلا شوفوا كيف صار بقى القشر والبزر. وبدي منكم ما تخلوا اولادكم يستعملوها خاف شي حراره ما عنده قابليه يمسك الخلاط او شيء يعني هذا خطر على الولد الصغير. احنا بدنا كنا ست البيت او ابو البيت اللي يعرف بهالشيء بيعملها احسن وافضل عشان اولادكم وعشان ما يحتل حدا ولا يتأذى حدا من عندنا. ننصحكم هاي النصيحة وأرجو من عندكم تتقبلوها من عندنا. هلا نجيب فنجان قهوة سكر. بسم الله الرحمن الرحيم. وفنجان قهوة نفس المقادير خل. وهون البصل المطحون والثوم المطحون والبهار الأبيض وملح كل شيء معلقة كوب مو معلقة أكل معلقة كوب أصغر من هاي المعلقة من كل شيء. هاي هم معاها نضل هلا نحركها. بسم الله بعد ما حركناها وخلينا موها يعني شغلة 30-35 ثانية تحرك فيها عشان تتجانس المواد الموجودة فيه وترجع أرجع دقيقة لكم ونخلي لكم إياه على الغاز ونشوفون كيف أعمل لكم إياها. هلا نجيب الصلصة نفسها مال الكاتشب نديرها على قنجرة خلوه على نار عادية بس شو بده حرق عشان تتقل وتصير حاضرة للأكل. بس تبرد شوية وتصير حاضرة للأكل طبعا طبيعي. كل ما تحرق فيها كل ما تتقل ولا تقلت هي بعد أحلى وأجمل. وهي من دون مواد لا صبغة ولا باربيكا ولا أي شيء احنا حطينا فيها عشان شو مواد شغلة طبيعية طبيعية بندورة خالصة مخلصة. هلا شوف كيف تخن. هلا راح نخليه شوية يبرد ونعبيه بالأنينة. شوفوا كيف نعبيه ويصير للاستخدام. هلا عندنا أنينة قديمة مال كاتشب راح نخلي فيها مخجان عشان اللي فيها هلا برد الكاتشب اللي عملناه وراح نسقبه
هون صار برودة مثل برودة البيت عشان ما يتفاعل ويا الانيت البلاستيك. هلا ونشور كيف شكله. بسم الله ما شاء الله بارك الرحمن. هذا الكتشب غير شكل وبلدي وشغل ايد. ولا تنسونا باللايك سبسكرايب وسووا لنا اشتراك بالقناة. واحنا ان شاء الله بين فترة وفترة نعمل لكم فيديو وكل ان شاء الله فيديو وانتم بخير. اهلا وسهلا.